لا شك كما ذكرنا أن ضرورة الناس وحاجتهم تلجئهم إلى أو تحوجهم إلى وجود قاض يفصل بينهم، لأننا حتى لو افترضنا كما ذكرت يعني ذكرها أهل العلم قضية خلو الزمان من ولي الأمر أو من الإمام، هذه متصورة مثلا عند الفتن، عند موت السلطان وعدم الاستقرار على غيره، عند غياب السلطان، عند فقده للعقل إلى آخره من الصور المتصورة، حينها لابد أن يوجد الناس من يقضي بينهم. مثلا على سبيل المثال في بدايات الثورة المباركة لما اجتمع الناس ويعني خرجت الأمور وزمام الأمور من النظام السابق وصارت المجالس المحلية تدار عن طريق أهالي البلد، اجتمعوا على تشكيل هذه المجالس التي تسير الأحوال البلاد وتحل مشاكلها ونحو ذلك. هذا هو الحكم الشرعي عند عدم وجود الإمام وعند عدم تمكن وصول أو نفوذ أمره إلى مناطق ما، لا بد للناس من أن ينصبوا فيما بينهم من يفصل بين نزاعاتهم. وهنا الحقيقة لا ينبغي أن يتوسع في هذا الأمر، بل يصار فيه إلى مقدار الحاجة ومقدار الضرورة التي يحتاج إليها الناس. لا نترك الناس في انفلات، وكذلك ينبغي أن يراعى اجتماع الناس على اختيار هذا القاضي. فمثلا لو اخترنا، لو كل جماعة أرادت أن تنصب لها قاضيا وتقول هذا هو القاضي الذي أرتضيه وهو الذي سيفصل بين النزاعات، لا شك أنه لن يتحقق به الهدف والغاية التي أردناها والتي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكرنا أن الغاية القصوى من إيجاد القضاء هو حل نزاعات الناس. فإذا صار للناس أكثر من قاضي وكل يدعي أن له السلطة وأن له أنه يبسط يده على المحل، لا شك أنه حينها ستتنازع الآراء وستتنازع الأقوال، ولن تحصل مصلحة جمع الناس أو جمع كلمة الناس على قاض واحد يصار إليه. طيب Yeah.